بصيرنا انه استقبل اليوم بفاميلي السيده كلودين عون روكز رئيسه الهيئه الوطنيه لشؤون المراه اللبنانيه. اهلا وسهلا فيكي. صباح الخير. يعطيك الف عافيه. بنسميه النضال اللي عم بتقومي فيه وعلى هالجهد الكبير لحمايه حقوق المراه من التعنيف من الزواج المبكر. اليوم في حمله وطنيه رح نحكي عنها بتجمع شوي كل هالمشاكل اللي عم تتعرض لهم المرأة ويلي بعضهم متابعين للأسف. خلينا نحكي شوي عن الحملة ونفوت بهالقوانين وين صرنا ولوين رايحين. يعني نحن في الحملة العالمية 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة، هي مبادرة أكيد من الأمم المتحدة، بتبلش ب 25 تشرين الثاني وأطلقناها من بعلبك، وعملنا لقاء حواري مع طلاب جامعات من المنطقة عن الموضوع التزويج المبكر، تزويج الأطفال. والحملة 16 يوم بنختمها ب 10 كانون الأول يلي هو النهار العالمي لحقوق الإنسان. هون الإطلاق من ليه اخترته بعلبك؟ بعلبك لأن السنة الماضية حتى قصر الجمهوري كمان ضوى برتقالي، هو اللون المعتمد عالميا لمناهضة العنف ضد المرأة. القصر الجمهوري السنة الماضية أنار القصر فخامة الرئيس، وهالسنة قلنا بدنا نروح على مناطق لبنان. بقى نقينا بعلبك سنة الجن قال راد غير منطقة. شو رمزية بعلبك؟ نعم. مهمة يعني قلعة بعلبك. موضوع الحملة والعمل خلال هال 16 يعني هي الحملة عن أكيد ضد العنف، العنف يعني كتير موضوع واسع، بس هالسنة كان الموضوع تزويج الأطفال لأنه القانون عم يتناقش مجلس النيابي، ناقشناه سنة الماضية مجلس النيابي، وعم أكيد عم نطلب من مجلس النيابي يصوت على قانون يمنع تزويج الأطفال يعني مش قبل 18 سنة. وهذا نضال صار له كثير زمان بلبنان، يعني قبل ما انا اجي اتسلم انه استلم من رئيس الهيئه الوطنيه لشؤون المراه، وبعدنا بذات النضال صار لنا عشرات السنوات. اليوم مطلوب انه نمنع تزويج الاطفال، الظاهره زادت مع النزوح السوري ومش مقبول على الاراضي اللبنانيه. نحن يلي مصدقين على اتفاقيه حقوق الطفل، وحقوق الطفل بالاتفاقيه بيحددوا انه الطفل هو تحت 18 سنه بعده ما بلغ ولا سن الرشد بجسمه ولا بعقله ولا باي شيء ولا بالنضوج ولا في الحمله. عنوانها بكير عليها، الصوره معبره جدا وبتزعج، يعني مزعجه انه تشوفي هالبنت يلي لابسه الطرحه وفستان العرس بس حامله الطفوله، بيلمس الطفوله. يعني هول بيلعبون الاولاد عاده بيت بيوت وهالامور هاي، بس ولا مره لازم يصيروا يعني سن البلوغ منه سن الرشد. انا اليوم بالقوانين اللبنانيه وبقوانين العالميه حتى انه انت قبل 18 سنه ما فيك تسوقي. نعم. قبل 18 سنه ما فيك تمضي كونترا عمل تشتغلي. نحن بلبنان قبل 21 سنه ما فيك تنتخبي، ما فيك تعملي خيار سياسي حتى. كيف يعني تقدر تتزوج تجيبي اولاد بتربي عائله؟ العائله يعني ويو يلي حيكون مجتمع، صوت المجتمع يلي بده يدير احوال العالم وحقوق العالم. يعني بعتقد تغيرت يعني مجتمعات. المرأة غير قادرة انه تعطي جنسية لاولادها، ما بتقدر تاخد قرارات هالقد مهمين، بس بتقدر انه تاخد قرار بالزواج وانه تحبل ويصير عندها اولاد قبل ما يصير عمرها 18. يعني هالتناقض مش معقول شو كبير ومش معقول شو واضح. هي مش عم تاخد قرار اجمالا، يمكن اكترية الكيات اللي عم نشوفها هي مش عم تاخد قرار. في كتير من الكيات هي الاهل عم رح اقول الكلمة عم بيبيعوا اولادهم بسبب الفقر، بالجهل، بدك الاسباب، عم بيبيعوا اولادهم، عم يزوجوهم بكير 11 12 13 14 سنه تيخلصوا منهم. بقى هيدي صارت اتجار بالبشر، يعني بطلت تزويج اطفال، يعني اخطر بكثير. وغير انه كرامه الولد منا ابدا مش عم بيحترموها ابدا. بعدين في ثلاث ارباع الكيات وفات في الاهل عم يزوجوا اولادهم. في كيات قليله البنت على 16 سنه 15 سنه مش اصغر عم تكون عم تهرب من جو بيتها تتجوز، بتكون ما واعيه كفايه، ما بتعرف شو ناطرها، يعني عم تهرب من جو ما انه حلو، بتقول يمكن بعيش شيء احسن، وعم ترجع توقع بالمسؤوليه، عم تترك درسها وعلمها، وهي بتعرفي انه التعليم الزامي بالدستور بالقانون. انت الولد مجبور يتعلم 18 سنه، حق الولد بالتعلم طبعا. يعني هون عم ترجع توقع بمصيبه ثانيه لانه ما واعيه كفايه اصلا. نعم. ما واعيه كفايه. حضرتوا لنا فيديو رح نشوفه سوا بيعطينا بعض التفاصيل. اذا بعد بالمدرسه، اذا بعد ما فيها تسوق، إذا بعد مش جاهزة لولد، بكير عليها.
معا لاعتماد 18 سن أدنى للزواج. ليه ما بينمضى القانون؟ القانون صار فيه 3 اقتراحات قوانين على المجلس النيابي سنة الماضية، رحنا ناقشنا، عملنا لجنة فرعية من لجنة إدارة والعدل وناقشنا القوانين 3 ودمجناهم بقانون. ليه مش عم بيمضى القانون؟ لأنه حسب أحكي وجهة النظر تبع بعض النواب أنه الدولة عاطي حقول وكالة وكالة الأحوال الشخصية للمراجع الدينية، بس نحن اللي عم نقوله أنه مش معناتها إذا الدولة عطت هالصلاحية للمراجع الدينية تدير الأحوال الشخصية معناتها أنه تنازلت عن صلاحيتها تحمي المواطنين تبعها. ما في ولا دين بيقبل بالعنف ضد المرأة وضد الإنسان الآخر ككل، ولا دين بيقبل بهالشيء. يعني أنا ماني مقتنعة بصراحة، رح أحكي أنه ماني مقتنعة أبدا أنه في ديانة معينة بلبنان بتسمح هالشيء. مش عم بيقبلوا يناشوا الموضوع، بيقولوا لك هيدا نحن المدة 9 هي صلاحية للمراجع الدينية، بس مش قلت لهم أنه نحن كان الأرجيومات تبعنا أوكي أنه بس مش معناتها فينا نحط حد أدنى للزواج، وبعدهم المراجع الدينية والكنائس والمشاهير هن عم يزوجوا الأولاد سوري المواطنين بقى. بس ما في سبب عم ينعطى، يعني بنسمع اوقات بمشاكل انه المراه ما بتعطي الجنسيه للولد ديموغرافيا وطائفيا و اليوم بهالموضوع بالذات ولا شيء ديموغرافي ولا اي شيء طائفي، يعني لا. بس عم نحمي هالطفل فقط لا غير، ليه ما عم يحمي الاطفال؟ يعني خليني اسال سؤال بغير طريقه، يعني هن مش عم بيشاركوا إذا بدنا نحط بين هلالين بهالجرم هيدا؟ عم نحكي عن ولد عم يغتصب، عم نحكي عن بنات بعد ما بلغوا عم بيتضرروا، عم ينتحروا، عم بيتعرضوا للتعنيف أوقات لدرجة للموت وعم بينتحروا، يعني وفي إحصاءات كتير كبيرة، يعني عم نحكي عن جرائم هيدا ما في، يعني عم بتمس بكرامتهم، عم تقتليلهم أحلامهم، يعني ما في مستقبل. أنه مرة بتتعرض لهالعنف فيه وصغيرة، أنه شو قد ما قوت حالها ومكنت حالها وساعدتها يمكن تقوم مصيبتها، بس الجرح كتير عميق. يعني ليه عم تربي هذا المجتمع اللي بدنا إياه؟ مجتمع عم بيتعذب أنه نحن بدنا لبنانيات أطفال يكبروا هيك، أما بدنا مواطنين يتعلموا يتسقفوا تيعطوا مجتمعهم تنبني مجتمع أحلى، لأنه كل شيء عم يوم المجتمع منه مبسوط، واضح أنه الجو منه إيجابي بالبلد، المشكلة الأزمة الاقتصادية كتير كبيرة. طيب هيدا شو سببها؟ حدنا بيفكر أنه هيدا تراكم تربية معينة، تراكم إدارة معينة. طيب ما هالناس اللي عم توصل على الإدارات العامة، أما اللي عم بيصيروا السياسية، طيب هول من وين؟ هن لبنانية مربيين بهذا المجتمع من هول الأهل. نعم، وهذا كله ستين كونسيكونس، يعني بالنهاية كل شيء عم بيصير اليوم بالبلد كونسيكونس على شيء بنيتي بس على غلط، على ممارسات خاطئة منهم تزويج الأطفال. نسمع أوقات أنه لازم تتغير الذهنية أو التربية أو هالمجتمعات يلي بيعتمدوا تزويج الأطفال أنه هن تربوا هيك. أدي اليوم القانون أدي القانون اليوم بيساعد أنه تتغير هالعقلية كلها؟ لما يكون عندك ممارسات خاطئة ما في غير قانون بيردعها، لأنه إذا بده أنتوا تتغير ذهنية شعب بتاخد مئات سنين، بتعرف الثقافات بدها كتير وقت يعني تتغير. نعم. بس القوانين يعني في دوز ابروش، اليوم عندك ابروش بتقول انا بدي اعمل قانون تحد من الممارسات الخاطئه. نعم. في عندك ابروش بتقول لا بدي اعمل قانون وبدي راعي الممارسات. مع قصه الثقافه، قصه العار، في حال ظهر معها اغتصبها، عندك الماده 522 يعني بتعفي المغتصب من الجريمه اذا تزوج الضحيه، يعني غير انه اغتصبها، إذا تزوجها تيهربوا من العار بيجوا بيجوزوها إياها، يعني جريمة تانية بحق البنت. طيب أنه هاي العقلية ما بعرف شو أنا ما فيني أفهمها شخصياً، يعني قد ما دافعوا عنا البعض ما فيني أقتنع فيها، نو وهي أقنعوني فيها. نقدر ناخذ اتصالاتكم على 0464 إذا حابين تشاركوا أو تعطوا رأيكم بهالموضوع بالذات، ونستفيد من وجود حضرتك معنا السيدة روكز. نشاطات كثيرة انعملت كمان للتوعية، يعني اليوم أكيد الهدف أنه يتغير القانون هو الهدف الأسمى والأخير بهالحملة، ولكن بطريق الوصول إلى هالهدف عم بيكون في حملات توعية كثيرة، من ضمنهم هالحملة صار في نشاطات بطرابلس مع رهبات الراعي الصالح، وبعد في كمان
نشاطات أخرى اليوم يمكن اليوم راح نحط أكيد في السجون النساء وكل السجون بلبنان ما فيها أو بوتابل ماي صالحة للشرب. اليوم عم نطلق المشروع مع جمعية روتاري مع الأندية الروتاري تنأهل كل حبوسة لبنان بماء الشرب، وأكيد أنا كهيئة وطنية نحن دعمنا الحبس النساء بعبدة لأول حبس، أنه كلنا لنا حق يعني المهمشين وغيرهم كلنا لنا حق بمياه صالحة، يعني هو اللي بضمن الاس دي جيز يعني مطلوبين عالميا، يعني ما لنا حق اليوم اذا حدا محبوس ما يشرب مي نظيفه. يعني انت عم يصير في امراض عم بيعدوا بعضهم، يعني شغله كثير سيئه. وعم نعمل كثير الحمله تبع البون باستور، هن يمكن اللي ما بيعرف هن صار لهم زمان يعني عندهم مراكز بكل لبنان بيستقبلوا النساء المعنفات، بيستقبلوا الاطفال عندهم اغفلينا كمان، يعني شغلهم عن جد اللي بيهربوا كمان بيقدروا يتوجهوا لها. شهاده كانت تتعنف كانت تنضرب كثير بالبيت وجربوا يزوجوها بكير، راحت التجأت للراعي الصالح وخلصت حالها. يعني اكيد حبينا نضوي في غير اكيد ان جي اوز يعني بيهتموا كفا وابعاد، في كثير ان جي اوز بلبنان بيهتموا بالنساء وعم بيكون صوتهم اكيد عم يوصل مريم مرتا، يعني اكيد صوتهم عم يساعدون كثير، بيكون في سوسيولوج وبسيكولوج وديميدسان يعني عم تشتغلوا سوا ايه كثير بالتعاون. نحن الشغل الهيئه الوطنيه بالتعاون الكثير القريب مع جمعيات المجتمع المدني. نحط خط ساخن للعنف الاسري 1745 لكل السيدات اللي عم يتعنفوا اليوم، فيهم يبلغوا على هالرقم، والاكيد انه بيلاقوا نتيجه سريعه جدا. الموضوع منه مزحه، يعني اذا بدنا نرجع نحكي عن العنف الاسري ويلي شفناه ويلي دائما بنرجع بنتذكره إن كان من خلال الإعلام صحافة والقصص اللي عم نسمعها، إنه حتى اللي انلقطوا حتى يلي اللي تثبت عليهم الجرم بعضهم عم بيهربوا من الموضوع بشكل أو بآخر. كمان هون المسؤولية على مين؟ هلأ أصعب عم بتصير، لأنه من بعد ما عمل القانون وتصوت عليه وأخذ 7 سنين نقاش كمان مجلس النيابة، لأنه كمان دخلوا موضوع الأحوال الشخصية بهذا الموضوع، بعد تطبيقه نعمل تعديلات على القانون ومع منظمة كفا وزارة العدل والهيئة، وتقدمنا فيهم هلأ من جمعة 10 نواب مضيوا على اقتراح القانون و10 نواب من المختلف الكتل النيابية. الديسات 45-17-45 هو يعني عم نطبق القانون، انشاء الهوت لاين هو بالقانون، يعني قد اخذ وقت. هالقوى الامن كثير متعبني، شغلهم كثير مميز قوى الامن بموضوع العنف. واهميه الديسات 45-17-45 انه قبل كانت المراه هي لازم تدعي وتتلفن تتقول انه انا عم بتعنف، اليوم صار في الجيران الاهل الاولاد كلنا اذا بنعرف انه فيك مره عم تتعنف ببيتها وين ما كان صار فيك تتلفني انت، والقوى الامن دغري بيتدخلوا. وصار في كثير يعني ما صاروا جمعتين ثلاثه الهوت لاين انشاوا بالقوى الامن، وصار عندنا دكا عن جد بكبروا القلب، بتحس انك عم تحمي ناس، يعني تدخلوا كانت كثير ناجحه عم تحموا ناس، بس يعني الاهم انه عم بتشجعوا الدوله عم تحمي الناس، يعني هي الدوله بالنهايه اكيد الدوله، بس اكيد المجهود كمان كثير كبير ان كان للهيئه الوطنيه او حتى للجمعيات اللي عم تشتغل. الجمعيات عم تلعب دور مميز، ما عم بيكون في دعم كتير قوي للسيدات، وعم بيكون في هيك مثل دفشه لحتى يقدروا يبلغوا لحتى ما يخافوا ولحتى يعرفوا انه اذا بلغوا ما راح ينتركوا بالشارع. هيدا اهم شيء. كثير اسباب انه ليش ما بيبلغوا. اول شيء ما هم ممكنين اقتصاديا، يلي ما عندها هي استقلاليه اقتصاديه كثير صعبه تفل. اوقات عندك انه كرمال الاولاد ما بفل، ترجع تكتشف على كبر بيقولوا لاولادها، لما يعرفوا اولادها يكتشفوا انه شو عم تقضي امهم، حتى اذا مش عنف جسدي حتى لو معنا بيقولوا نحن ما طلبنا منك تبقي بلوموها، يعني هون يعني ابشع شيء بيصير فيها، لانه ما انا واعيه كفايه على حقوقها كمان، انه انت ما حدا له حق يعنفك. جميع انواع العنف عندك اهم شيء استقلالية اقتصاديه، عندك كمان ثقافه بيئتها، اذا بيقولوا لها عيب بدك ترجع على البيت بدك تطلقي، يعني هذا كله اسباب ما بيخلوا المراه تبلغ عن عنف يلي عم تتعرض له. لا نحن اكيد نحن كهيئه وكل الجمعيات اكيد نحن هون تندعم النساء قد ما، وفي ان بروجرام يعني قريبا دوله الرئيس الحريري مفروض بجانوري عم نشتغل على خطه العمل لتمكين المراه اقتصاديا، يعني هذا كل هالشغل اللي عم ينعمل هو تنوصل لمحل تكون المراه عن جد مكنه معنويا تقدر تقول لا
وتربي ولادها على لا اذا عم بيتعنفوا تقول لهم بدهم يتعلموا الاولاد. نحن علينا مسؤوليه كبيره، المراه عليها مسؤوليه كبيره. يعني انا اليوم انا اللي بدي ربي ولادي اقول لهم، وهذا اللي عملته من بعد كل الشغل اللي شفته، انه حتى لو انا امكم قلت لكم كلمه اذيتكم حسيتوا انه قلتكم انأذى كمشت معدتكم، قولوا لي انه لا قولوا مامي لا انه سي با جنتي انه ما قلت شيء منيح، انه اذا بتقولين انه عليك هذا الشيء فلاب يعني ما حيخلوا حدا يعنفهم. أكيد الوضع تحسن مع هالعمل كله ومع هالمجهود كله. اليوم في هيك سيدات مثل ما ذكرتي لنا أنه عم يتصلوا ويبلغوا أكثر، سيدات وجيران وأهل، قدي خفت خف التعنيف؟ واليوم الزواج، زواج الأطفال كمان بلش يتحسن أو لا؟ أو وإن شاء الله أكيد. تزويج الأطفال هلأ أكيد عند الطايفة، بعرف أنه لا أنا بعد ما تواصلت مع الكل، بس أنه عند بعض الطوائف بيقولوا لك نحن ما عم نعطي بقى إذن يتجوزوا تحت 18 سنة، بس أنه عم بتصير، أنه عم نشوفهم على التلفزيونات، عم بقرأ عنهم بالجرايد، عم بيجوا شكاوى، يعني عم بتصير. من طالما ما في قانون يعني أنت عم تسمحي بهالشيء، إن شاء الله 1%, 0.5% أنت عم تسمحي بهالشيء. لكن بدي أقوله قبل كمان عم نحكي عن القضاء، أنه اليوم يمكن على التلفزيون أكيد رح نسمع عن الكيات يلي المرأة أكيد توفت من وراء العنف الجسدي اللي تمارس عليها، بس بذات الوقت لازم يعرف المجتمع أنه القضاء كتير عم بيعطي قرارات حماية للنساء، أنه نحن ما بنسمع إلا عن كيات الصعبين على الإعلام، بنسمع الامور السلبيه عاده. ايه ما بنضوي على انه قديش في عندك اليوم نساء عم بينحموا هن اطفالهم من قرارات من القضاء. القضاء كمان يعني بحيي القضاة، لانه فعلا القضاة الاحداث، اما القضاة المحامين العام والمدعي العام تاع العنف الاسري، لانه كثير عم بيعملوا شغل مميز. شو عنا بعدين؟ لأنه بعرف أنه الشغل ما بوقف عندكم، هلأ بتخلص الحملة بعشرة شهر بتخلص، وبشو مكملين سنة ومنتمنى الكل يعيدوا بسلام وأكيد، وبعدين بنرجع بنقلع أكيد بكانون الثاني بنشاطات، وبعدنا القضية ذاتها هي نقيم كل التمييز ضد المرأة بكل قوانيننا تنوصل لمجتمع بيشبهنا. بنتمنى يصير في قانون مدني. نحن اليوم اللبنانيات متميزين عن بعضهم بالقوانين، نحن كل طائفة عندها قانون مختلف بموضوع الطلاق والحضانة بكل موضوع الأحوال الشخصية. يعني أنا كلبنانية أنا بختلف عنك بختلف عن غيري، وبتكون هنا نربي أولاد ينتموا لوطن، وطن ما بيعطي الحقوق ذاتها لكل المواطنين، منا هينة. يعطيكم ألف عافية، إن شاء الله السنة واليوم قبل بكرة توصلوا لنتيجة، وكلنا أكيد والإعلام كله بيضم صوته لصوتكم. لا أنتوا الإعلام دائما عم بيكون داعم، وعن جد ثانكيو. شكرا لك، أهلا وسهلا فيك السيدة كلودين عون روكز، رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية. رح ناخد بريك وبنرجع. ثانكيو.